هي فينا نصح اول شيء على السكانر ماشي، وتتنزل هذه الصور بعد هيك على الكتالوج. تجلس كيف عليا هذه المشهد اللي كنا بالنسبه لهذه بتحطيها بتحطي لها هذا طبعا اللقطه انت تميت اللي كنا شفت الصوره اظن 10 10. طيب اشوف الله يبارك فيك يعني اظن سحبتي. طبعا الهدف من قيام شركتنا في غزه ان احنا كنا بنطمح ان كما نشاهد وكما نرى في العالم العربي والعالم الغربي افلام رسوم الكرتون والمسلسلات. من الطفولة تعاد وتكرر هذه القصة على لسان جدتي وحتى والدي، رغم أنه كان صغيرا بالسن كثيرا عندما هاجر من القرية، ولكن كان دوما مشبعا بقصص القرية وحكايات القرية. لا حاليا لا، احنا هنا على فكرة في نهاية السنة اللي فاتت احنا كنا بس حاليا لأنه لا يعني كعرض الناس تتفرج عليه مش كعرض للتصوير. والله الصور الكاركاتير عادة هنا شايف القلم الرصاص، انت لما بتطلع على الكمبيوتر ولا داخل بعد سحب؟